لكن لم يخطر على بالي إطلاقا أنهم يأخذون تلك الألعاب على محمل الجد. وكنت أعرف أنهم أو كنت أعتقد أنهم يعرفون أن هذه الألعاب ليست إلا حيل بسيطة للتسلية والدعابة، ولكني لمحت بطرف عيني حديث جانبي بين رجلين في وسط الجمع، وكان أحدهم يهمس لصاحبه بصوت منخفض، ثم وضع أصبعي السبابة فوق رأسه على هيئة قرون وهو يشير ناحيتي. وهذه الإشارة معروفة وتدل على أن هذا الرجل يعتقد بأن لي علاقة مع الشيطان، وإن الشيطان هو الذي يخبرني بهذه المعلومات ويساعدني في معرفة الكارت الصحيح. أخذت هذه الهمهمات والهمسات تنتشر بين المشاهدين، وكل منهم يهمس للذي بجواره إن أكيم ساحر وله علاقة بالشيطان، أو ربما يعتقد أحدهم إنني الشيطان نفسه، حيث إن قدومي إليهم كان مريبا، فقد سقطت عليهم من السماء ولا أحد يعرف من أين أتى هذا الغريب، ولا أحد يعرف ماذا يريد، ودخولي إلى الغابة كل يوم لمقابلة العنكبوت الأسود والثعبان الطائر أيضا كان مثيرا لغيبة والشك. فربما أستعين بالعنكبوت الأسود في ممارسة السحر الأسود، وقد حاول أحدهم أن يصفني بذلك مستعينا بلغة الإشارة، وقد فهمت إنه يقصد بإشارته إنني رجل غريب الأطوار أتوكأ على عصا طويلة ولا أخاف من الثعبان الطائر، ولي نظرات ثاقبة تثير الرهبة والرغبة معا، تثير الخوف والفضول في وقت واحد، تثير الحب في الاقتراب مني وكذلك الحرص من الاقتراب مني، فهم يحبونني ويخافون مني. نظرت إلى الجمع الغفير من النساء والرجال الملتفين حولي، وقد انتشرت بينهم إشاعة علاقتي بالشيطان، فإذا بي أرى في العيون خوفا وحرصا، وحتى الضحك والابتسامة قد فارقت الشفاه، وعرفت أن الموقف قد أخذ طابع الجد، وعرفت أن الموقف قد أخذ الطابع الجدي وصار حرجا، ولا بد من التصرف بسرعة كبيرة. فإذا بي أرى في العيون خوفا وحرصا من الضحك والابتسامة، والابتسامة قد فارقت الشفاه، عرفت أن الموقف قد أخذ الطابع الجدي وصار حرجا، ولا بد من التصرف بسرعة. فهم يعتقدون في علاقتي بالشيطان، وربما يكون ذلك سببا كافيا لقتلي والتخلص مني. وربما إنهم لم يشاهدوا ألعاب الكوتشينة هذه من قبل، فناديت على صديقي بيدرو وطلبت منه أن يأتي إلى يميني ليساعدني في الترجمة والشرح من لغة الإشارة إلى لغتهم. فقد قررت أن أكشف لهم سر اللعبتين حتى يعرفوا أنه ليس سحرا، وإنما هي خفة يد وحيلة بسيطة. ده كانت وسيلة الوحيدة أن أنقذ نفسي، أن أشرح لهم وأكشف لهم أنا بعرف اللعبات إزاي، عشان يعرفوا أنها حيلة وضحك وليست سحرا وليس أي شيء من ذلك. أنني سأكشف لهم أولا وعندما ترجم لهم بيدرو أنني سأكشف لهم، فيعني فهمت أن حكشف سر اللعبة الأولى الأول، وأنها ليست سحرا. ازداد الزحام حولي وكل واحد منهم يريد أن لا تفوت هذه الفرصة الحاسمة، كله عايز يعرف إزاي أنا بعرف الكروت دي. وأوضحت لهم أنني أقوم أول الأمر وبسرعة بسني جميع كروت الكوتشينة إلى أسفل. أنا شرحت لهم اللعبة الأولى
ان انا بمسك الكوتشينه وبتني كل كروت الكوتشينه اللي تحت، وبعدها اقول له خد كارت من الكروت. بعد ما بياخد كارت من الكروت بقتني ورق الكوتشينه كله لفوق تاني، فالكارت بتاعه بيبقى هو الكارت الوحيد اللي متني لتحت. بمنتهى البساطه هي خدعه بسيطه وحيله بسيطه جدا. واوضحت لهم انني اقوم اول امر وبسرعه بسني جميع كروت الكوتشينه الى اسفل وبدون ان يسنيه وبدون ان ينتبه احد الى ذلك. ثم يختار احدهم كارتا، وبينما هو ممسك بالكارت في يده اقوم بسني باقي كروت الكوتشينه الى اعلى، وبذلك يكون الكارت الذي يحمله بيده هو الكارت الوحيد المسني الى اسفل، وبذلك يمكنني التعرف على هذا الكارت حتى بعد خلط الكروت ببعضها البعض. ومن ان وصلت الفكره واضحه وبسيطه حتى انفجروا في الضحك وعادت الابتسامه مره اخرى على الوجوه، وكل واحد منهم يحاول ان يجرب ذلك بنفسه. الان يعرفون انني رجل ماهر ولست بساحر. ولكن لم تمضي إلا دقائق معدودة حتى طلبوا مني شرح اللعبة الثانية ذات الثماني كروت. إزاي بتحط الكروت وما نشاور على كارت وانت مش موجود بتيجي وتعرفه إزاي؟ وكيف أستطيع معرفة الكارت الذي أشاروا إليه بأصبعهم رغم أنني لم أكن معهم، رغم أنني أكون مختفيا خلف أحد الأكواخ ولم أرى أي شيء؟ وقبل أن أشرح لهم سر اللعبة الثانية تذكرت إنني في الثلاث ليالي الماضية كنت أعاني من أرق شديد وقلة في النوم. افتكرت إن في الأيام اللي فاتت ما كنتش بعرف أنام من التفكير بسبب الفكرة التي سيطرت على فكري، وهي إنه لابد من وجود رجل شرير في هذه القبيلة وإنه سيزورني في ليلة ما أثناء نومي ليؤذيني. هذه الفكرة قد استحوذت على فكري وكأنها واقع لابد إنه سيحدث في ليلة ما. الفكرة ان اكيد في القبيلة دي واحد شرير ما بيحبنيش فهيجي بالليل ويأذيني او يقتلني. الفكرة دي فضلت مستحوذة على فكري طوال الوقت وبقيت خايف من هذه اللحظات. وكل ليلة عندما يحل الظلام اتوقع انها ستكون الليلة المشؤومة، وكان هذا التفكير يفسد منامي وينغص احلامي. وعندما سألوني عن سر اللعبة الثانية ورأيت الفضول الشديد في عيونهم أخذني خيالي إلى الطريقة المتبعة في القصص البوليسية. افتكرت قصص أرسيل لوبين وقصص أجاتا كريستي، حيث إن الكاتب لا يكشف لغز الجريمة إلا في نهاية القصة، وحيث أن القبيلة كلها الآن موجودة حولي بما فيهم ذلك الرجل الشرير اللي أنا بفترض أنه موجود، أكيد هو قاعد الذي أفترض وجوده. وقد قررت أن أقول لهم أنني سأكشف لهم سر اللعبة الثانية بعد 6 ليالي، 1 2 3 4، بعد ما ناموا 6 ليالي هقول لكم على سر اللعبة الجديدة قبل أن أغادرهم. ورغم إلحاحهم الشديد فقد صممت على موقفي، وإن عليهم أن ينتظروا عدة أيام لمعرفة سر الساحر الكبير. أنا اعتقدت أن هي دي الفرصة الوحيدة اللي أنقذ بيها نفسي من الرجل الشرير، لأنه مش هيقتلني ولا يأذيني إلا ما يعرف سر هذه اللعبة. الظلام بدأ يقترب وبدأ الرجال يذهبون إلى أكواخهم بعد أن ربط بعضهم على كتفي ليعبروا بذلك عن سعادتهم بالوقت اللطيف الذي قضيناه معا. والنساء ذهبن وعلى وجوهن ابتسامة إعجاب وانبهار بمهارات هذا الغريب. ثم ألقيت بجسدي المنهك على شبكة النوم وشعرت بالسكينة والراحة في داخلي، وشعرت أنني سأنام هذه الليلة بدون خوف، فقد نجحت اليوم في كسب حب أهل القبيلة الطيبين، وحتى الرجل الشرير الذي كنت افترضت وجوده فلن يزورني ولن يأذيني قبل أن يعرف سر اللعبة الثانية. فأنا الآن في أمان كامل من الجميع. الهواء الطلق يمر بكوخي المفتوح من كل اتجاه، فلفحتني نسمة عليلة من نسمات الليل، وراح الساحر الكبير في نوم
عميق. أشكركم وأنتهي من هذا الفصل، ونتقابل في الحلقة القادمة في فصل كبير وهام جدا. اسم الباب الفصل القادم مشروع زواجي من حسناء لا بنشا. في أسرار وفي حاجات جميلة تزرونا في الفصل القادم. واستودعكم الله الذي لا تضيع لديه الودائع. في رعاية الله، أحمد الشهاوي المعروف باسم ابن بطوطة المصري. في رعاية الله.